أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لحضراتكم التحية، وأرحب بكم في كلام مبروك وبوابة أخبار اليوم. واليوم الحقيقة مع باب من الأبواب المغلقة، وهي كثيرة، ولكن من أهمها باب في منتهى الخطورة، ألا وهو باب التفكر. الفكر كما يقول الناضجون من الباحثين والعلماء فريضة، والعقاد له كتاب بهذا المعنى. الفكر فريضة، يعني ربنا فرض علينا أن نفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. من أول سطر: لا شيء يحول بيننا وبين التدبر إلا الغضب. يعني أكثر الأبواب خطورة، وهو باب التدبر، يحول دون فتحه الغضب. مستحيل الغاضب، مستحيل الغاضب يفكر صح، فلا بد إذن أن نفكر في تجنب الغضب حتى يفتح هذا الباب، وهو باب التدبر. استحالة. شوفوا الناس هايجة، بيكسر إيه؟ بيكسر إيه؟ محدش في الدنيا بيجي قدام حد ويقول لولي أمر بنت مثلا: جوزني بنتك. بقولك إيه؟ ما تجوزني بقى. محدش بيقول كده. إنما لما يغضب ولا أنت طالق، في الطلاق، في الغضب يجي الطلاق، لكن ما يجيش جواز. في الغضب تتكسر الكوباية، في الروقان تتغسل. فاحنا محتاجين نتجنب هذا السواد الذي لا يأتي بخير أبدا. ولذلك جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. أنا بحثت على فكرة، شفت ان الراجل ده كان غضوب جدا، والدليل على ان هو كان غضوب ما صحش نقول اسمه، لان الصفات الوحشه ما صحش نذكر اسماء الصحابه فيها، هو الراجل وخلاص. لكن هذا الرجل بالذات كان فيه خصومه كده بينه وبين واحد بنادي عليه ما خرجلوش، فراح مولع البيت عليه. ده اللي النبي قال لي: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ودي معلومه غاليه عندي جدا. فعليه الصلاة والسلام كان بيوصي الناس باللي هما محتاجين. فلا تغضب ثلاث مرات لواحد كان يعلم عليه الصلاة والسلام بنور من الله ووحي أن هذا الرجل غضبه عنيف. وفعلا في الناس من غضبوهم لا يحتمل، يعني إذا غضب سب نفسه وسب دينه وسب الناس وانفعل ونسي ما يحفظ من نصوص الكتاب والسنة والنور والتهدئة، قتل ابنه يمكن، وشرب خمرا، ويفعل كل الأفاعيل، وقد يخلع ملابسه في الشارع واحنا شفنا بعينينا. يعني أمور سيئة جدا يأتي بها الغضب، وبالتالي لا رزق ولا عمار ولا 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 بناء ولا بناء. أنا مثلت لكم إن في الغضب مفيش واحد شفناه بيخطب ولا بيبني بيته وبيشخط في البيت، ده بيقول يا رب صل على النبي وهو هادي، بيبني. لكن لما يغضب يهد، عمرنا ما شفنا غاضب بيبني، لكن شفنا غاضب بيهد البيت، يا بنيانه يا يكسر اللي جايبه، يا يرمي الاكل وهو نعمه. في احاديث في سنن ابن ماجه: اكرموا الخبز. عليه الصلاه والسلام يقول: احنا الغضب لا يمكن يخلينا نكرم خبزا ولا خبازا ولا دقيقا ولا ذرة ولا غلة، غضب سيء جدا. ومن أحكام الشريعة أن لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، حينسى القانون، حينسى الشريعة، وهو غضبان ممكن يحكم على واحد حكم عنيف لا يتناسب مع الجريمة اللي هو ارتكبها. الحقيقة وأنا بأراجع الحديث الشريف الذي رواه مالك في الموطأ وغيره: لا تغضب ثلاث مرات، لقيت اني لا يمكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يؤمر اي حد ولا ينهاه عن شيء
إلا وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بمقدوره أن يفعلها. يا عم أقول لك لا تشرب الماء على علمي بأنك أنت بتشرب. تقول لي ليه؟ أقول لك ده ملوث، أقول لك في سم لا قدر الله. فلما أقول لك لا تفعل كذا أنا أعلم أنك تستطيع ألا تفعل. لا تأخذ الدواء، يبقى الدكتور كتبه لك غلط أو الصيدلي صرفه لك غلط. يعني في مشكلة، بس أنا أقدر أقول لك ما تاخدش الدواء عشان هجيب لك غيره. يعني في بديل، يعني في طريقة لتجنب الغضب. أهمها، أهم طرق لتجنب الغضب عدم التمادي في مقدماته. احفظوا عني الأشياء الآتية اللي حولها. يعني حاجة نرف زيتك، وابتدت حاجة بيسموها في العلم البادرة. البادرة دي هي أول شرارة للغضب، اللي هي زي مثلا بقول لك ايه، بعدها هتبقى يا ابني اللي واللي واللي، خد بعضك وامشي. اذا ظهرت بوادر الغضب خد بعضك وامشي. ما تستمرش في حوار، لا تستمر في حوار يجعلك تكمل غضبتك ويترتب عليها ما لا يعلمه الا الله من سوء. نمرة اتنين يقول لك غير الأوضاع، لو قاعد وقف، لو واقف اقعد، لو بتتحرك اسكن، لو بتسكن اتحرك. نمرة تلاتة ابحث عن شيء يحيل غضبك إلى رضا، صديق عائل، مكان مريح. المهم تترك هذا المناخ اللي فيه الثورة وفيه الغضب الذي نسأل الله أن يجنبنا إياه وأن يعيد إلينا عقولنا الهادئة وأن يهدئ لنا نفوسنا الثائرة. وإلى لقاء قريب مع كلام مبروك وبوابة أخبار اليوم. شكرا.